الآن راح ننتقل مباشرة إلى العاصمة الأردنية عمان. مين يبي يسلم على أهله في عمان؟ وهناك عماد العضايلة زميلنا مجهز لنا فرقة تحتفل ببداية العام الجديد. كل عام وأنتم بخير مرة أخرى. Thank you.
طبعا كانت هذه فرقة أمانة أعمال الفنون الشعبية والتراث مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. نواصل الآن ما تبقى من فقرات صباح الخير. يا عرب، وسط أقدم الأحياء في عمان يتربع عرث تاريخي روماني بني في بدايات القرن الثاني للميلاد، المدرج الروماني الذي حفر بالحجر سنة 130 ميلاديا لا يزال شامخا ويعد من أكبر المدرجات في الشرق الأوسط. نحن اليوم في بث مباشر من هناك، لكن أولا لنتعرف إلى تاريخ هذا المعلم التاريخي. ما من أحد يزور المدرج الروماني إلا وتغريه القمة. الصعود كان متعباً بعض الشيء، لكنه أعاد عجلة الزمن إلى حقبة تاريخية أنطقت هذه الحجارة الصماء حتى اللحظة. هذه الحجارة التي تجمعت بشكل هندسي متميز شكلت بالتقائها مع بعضها البعض مدرجاً سمي بالمدرج الروماني، والذي بني إكراماً للإمبراطور مادريانوس الذي زار عمان سنة 130 للميلاد. المدرج الروماني يعتبر واحداً من أكبر المدرجات في الشرق الأوسط، لكنه تميز عنها أيضاً بمقاعده المنحوتة بالصخر والمصممة بطريقة هندسية. هذا عظيم، عمل عظيم في وقت ما يمكن يصعب على الإنسان عمل هذا الشيء العظيم. كل ما حط عين على المحل بلاقي فيها لمسة تاريخية وهندسية مع غرابة، بعرفش كيف يعني، مش عارف كيف أصور لك إياها. المهم المكان فعلاً مذهل. أحجار هذا المدرج الذي يتسع لحوالي 6000 زائر قسمت لثلاث طبقات تتخللها 8 ممرات، ولسر الإتقان هذا سحر حفظه السياح في صورهم. ce qui est très sympa par rapport à ce théâtre c'est qu'on peut vraiment accéder on peut monter jusqu'au أدهشني المدرج كثيرا، سحره أعادني إلى حقبة تاريخية قديمة. فعلا إنه صرح عظيم. ولم ينتهي أمر المدرج بأن يكون أحد الأماكن التاريخية الأثرية، بل تحول لأحد أهم المواقع التي تقام بها الحفلات الغنائية وتقدم بها المسرحيات. عماد العضايل عمان، وصباح الخير يا عرب. راح ننتقل الآن إلى فاصل قصير، ومن بعده سينضم إلينا زميلنا عماد العضايلة من العاصمة الأردنية عمان لمشاهدة المدرج الروماني والتعرف إلى معلومات أكثر عنه. بعد هذا الفاصل أيضا سنتحدث عن إنسان حرم من نعمة النظر لكن الله عوضه بصوت جميل، المنشد السعودي الشاب المثنى بداوي، ضيف حلقتنا اليوم، ولكن بعد قليل. الآن راح ننتقل مباشرة إلى المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمان، ومراسلنا من هناك عماد العضايلة. عماد صباح الخير وكل عام وانت بألف خير. صباح الخير خالد، كل عام وانت بخير، وكل عام والام بي سي بخير، والوطن العربي والاسلامي بالف خير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعني سنه خير مثل ما بيقولوها كبارنا، يكفينا شرها ويعطينا خيرها السنه الجديده ان شاء الله. امين يا رب. كيف هي الاجواء عندكم عماد؟ الأجواء الطقس طبعا باردة نوعا ما، لكن الشمس ساطعة. مثل ما بتعرف خالد احنا في المدرج الروماني، المدرج الروماني يعني انا راح احكي عنه بموجز لانه التقرير اعطى يعني معلومات، يعني ما بنعطي كفايته لكن اعطى جزء منه. نعم، هذا المدرج هو بني عام 130 ميلادي، كان الاحتفال بزيارة الإمبراطور روماني أنذاك كما تشير بعض الكتابات على أحد الأعمدة، وهو من أعظم المعالم الأثرية في مدينة عمان. طبعا هذا المدرج أقيم للعروض المسرحية والعروض الغنائية والفنية كما تشاهدون أو كما شاهدته قبل قليل،
هذا المسرح القائم لا زال حافظ على تراثه، حافظ على ما بني عليه، يعني لحد لغاية الآن يقام عليه العديد من الفعاليات الغنائية والفنية. طبعا هو يقع على سفح أحد جبال عمان السبعة، وهو جبل الجوفة وسط العاصمة عمان، ومقابله يعني مقابله بالضبط هناك جبل القلعة الأثري، تحدثنا عنه سابقا. طبعا هناك من يحتفل بهذا المدرج حتى يأخذ صورة تذكارية ب1/1/2012 في هذا المدرج الروماني. الهندسة خالد، بدي أتحدث بس باختصار عن الهندسة التي قام بها الرومان آنذاك. طبعا إضافة للمدرج كما تشاهدون، يعني مدرج عبارة عن 44 صف مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. هناك كما تشاهدون أيضا منصة لعلية القوم آنذاك. في نقطة حاب أشير لها خالد، هناك نظام هندسي بالصوت أيضا، ليس فقط بالتصميم. عندما تتحدث او عندما نتحدث من هنا مثلا، الصوت قد تسمعه انت اول ومن حولك، لكن هناك نقطه، وهم يعني الرومان وضعوها هاي النقطه، اذا الكاميرا عليها هاي السهم، عندما تقف وتتحدث صوتك يسمعه كل من في المدرج، كانه يعني كان في سماعات والكل بيسمع. نعم، شيء عجيب. يعني أنا هنا يعني إذا ببعد متر خالد ما بسمع صوتي، لكن عندما أقف هنا أسمع صوتي من كل أرجاء المدرج. أوف، يعني هذا الشيء يعني سابق لأوان، إذا قلنا أنه بني في عام 130 للميلاد يعني. نعم، يعني نظام هندسي أيضا خالد. كمان هناك نظام آخر اللي أعتقد كان للأغراض الأمنية، عندما تقف بالزاوية اليمنى أو الزاوية اليسرى من المدرج، إذا كنت تتحدث بصوت خافت يسمعك من هو في الزاوية الأخرى مقابلك. هاي أعتقد أنه كيف يعني رجال الأمن أو الحراسة أو السرية في نقل المعلومة، كانت عبارة عن نظام صوتي عبارة عن أنابيب داخل هذه الحجارة. يعني الرومان هندسي من قبل ما احنا نبلش بالهندسة. عمار، يعني حابين تخبرنا، هل في أثناء الحفلات الغنائية والفنية التي تقام الآن في المدرج الروماني في عمان، هل يتم الاستفادة من هذه التقنيات الموجودة أثناء يعني وضع النظام الصوتي؟ أكيد طبعا. بس خالد، هنا الحديث عن هذه النقطة، نتحدث عن عندما تريد أن تخاطب الجمهور أو عندما يكون المطرب هنا في هذه النقطة، لكن الآن يعني بس فقط هو السماعات والسماعات الصوتية هي تزيد من صوت عالي. نعم، نشاهد حولك يعني عماد مجموعة من ربما من المواطنين وأيضا من السياح الذين يزورون المدرج الروماني في صباح أول يوم من أيام السنة. يعني يفترض بالناس في أول يوم أن يناموا إلى وقت متأخر، لكن واضح أنهم صاحين بكير. طبعا صاحيين بكير، بدهم يشوفوا، يعني بقول لك بدهم ياخذوا صوره ب1/1/2001 بهذا المدرج. الاحتفالات كانت طبعا في ليله امس في عمان، احتفالات بمرور عام مضى بسيئاته وبحسناته وباحزانه وافراحه. ان شاء الله انه هذا العام يكون عام خير ان شاء الله علينا على الجميع. نعم ان شاء الله. راح اسال بعض الاشخاص فضل. او بعض الموجودين عن عام 2011 كيف كان وشو تطلعاتهم لعام 2011، لكن قبل ذلك أود شكر وزارة السياحة التي سهلت لنا موضوع هذا المباشر من هنا. أكيد. وزير السياحة نايف الفايز، ممثلة بمكتب وزير السياحة، معنا خالد نسور. خالد يعطيك العافية. يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا. نتحدث خالد، كيف كان يعني عام 2011؟ ما بدي أحكي، كيف كان عام 2011 وكيف تطلعاتكم لعام 2012؟ بالنسبة محليا الحمد لله الأردن، يعني 2011 يعني في أنا اللي شايفينه أنه كان في نقلة نوعية وتطور، والحمد لله يكفى
بعم الأمن والأمان بالبلد والحمد لله. وكانت نسبة السياحة كوني بشتغل بالسياحة كانت نسبة السياحة هاي السنة كثير كثير عالية والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب تحكي لنا أنت كشخص شو رأيك بعام 2011؟ مضى عام 2011 الآن إحنا ب 2012، بدي تحكي لي كيف شو رأيك بأهم الأحداث اللي حدثت بالنسبة لك أنت في 2011؟ الحمد لله 2011 بالنسبة لي على كوني الشخصي الحمد لله أولادي بخير، الحمد لله أمورهم بخير، بيتي الحمد لله بهدي سلامي لعائلتي وأولادي. وبالنسبة ل 2012 إن شاء الله كل التفاؤل خير إحنا شايفينه على مستوى الشخصي إن شاء الله في تطلعات على مستوى الشخصي إن شاء الله ان شاء الله. شكرا خالد وشكرا لوزاره السياحه. عماد طبعا في بس انا عجبني ثوب هون. ايه تفضل. نعم هو عماد للاسف يعني وقتنا قارب على الانتهاء ولكن هناك يعني رجل على مقابل على يسارك لابس معطف اسود كان. نعم. كان على يسارك ايدك اليسار وراك الحين صار. نعم شفت. نعم. هذا كان يتحدث معه. كان يتحدث الى اهله عن طريق الهاتف النقال يقول لهم شوفوني على الام بي سي اعتقد. نعم كنت تحكي عن على الهاتف النقال وكنت تقول لهم شوفوني على الام بي سي. انا والله زاير من ليبيا حقيقه وكلمت الاهل غدي وشافوني شافوك كيف الاهل في ليبيا؟ والله الحمد لله تمام 100% ان شاء الله. تحكي لنا سريعا عن عام 2011 بالنسبه للليبيين وبالنسبه لك انت. والله هو عام مميز الحقيقه احنا تحررنا من كابوس كاين جات علينا 42 سنه والله الحمد لله. الاجواء في ليبيا تقدر تقول من أحسن لأحسن الحمد لله. كل يوم أحسن من أحسن إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله أنه عام 2012 أحسن من عام 2012. عماد تحية لك شكرا. بدي هون خالد بس عجبني في عجالة سريعة لأن الوقت انتهى تقريبا. عفوا عماد. نعم في عجالة أنت تحدث بس بدي أحكي عن أنت جيتك هنا وعن اللباس اللي لابسيته. أول شيء أنا لابسة زي الكركي اللي إحنا بنسميه المدرقة الكركية بمثل تراثنا بالكراكي بنلبسه بالمناسبات والأفراح. شو رأيك بعام 2011؟ عام 2011 كان كويس بكافة مساوئه وحسناته بس إن شاء الله بتمنى 2012 يكون أحسن منه بكثير. نعم ما تعرفنا عليك؟ دانيا المعايطة. نعم شكرا دانيا شكرا. نعم خالد يعطيك العافية عماد. يعني هذه موجز عن الله يعافي عمرك الله يخليك تسلم. يعني دائما المباشر اللي ناخذه من عمان يكون مميز معك عماد العضال. شكرا جزيلا لك. بعدين راح تكون لنا رجعة مع الفرقة الشعبية. الآن راح ننتقل إلى فاصل أخير نختتم بعده أول حلقات عام 2012.